ابا بمر بروحك قدش العالمين تشبحت لا لا بمر ومي تشبحت لا لا بمر ومي تشبحت لا لا بمر ومي وعلى رعش لما صورة ولو لينا شا قل عدان العالمين قوي ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب مارد خو للعالمين أود لخبع تربت هللويا هللويا أمام عرش عظمتك المجيد يا رب وكرسي وقارك السامي الرفيع ومنبر عزتك الرهيب والمذبح الغافر الذي نصبه رمزك ومحل مستقر مجدك حنان عماخ وعانت مرعي ثاق عام البدخرو ومهلانك رب واخد صرابي وراب ملاخم قد شاني بركينان سخذينان مودينان وبشبحين بخل عدن ما ردخل اوا وورو روحة قدش العالمين بن مارن ولا هن ريحة هنيت وسيموت حبا نهرا نوشاتا بذعت دشرارا نشتويت نقبل قل يبرح حبي ومش ميا ثم نودي الأخوة شبحا قد لاش الوب عيتم خللت مليا كل عضراني خلطوين دتو مارو وارو يدخل العالمين لا خمار ادخل لا موبينا لا عيشه عمشيحا مشبحينا تبتم احضار الضوئين واتوبا لو كنا وشاكا هاو الموداي المريا والمزمار الأشماخ مريما من عالم وذم العالم آمين وآمين
توما شاري رايت من احمان الطغرين والتفارو قطا ودنوشاثا ومن اطران منات حيه والاقمار حياوينا نودي ونزكت ونشبع كل عدا مارت خو للعالمين تضرعوا إليك يا القدوس المجيد Holy Glorious Much and Immortal One who dwells and delights in the saints. We implore you, Lord. Turn to us, forgive us, and have mercy on us always, O Lord of all, Father, Son, and Holy Spirit forever. Amen. أنر عقولنا يا ربنا وإلهنا Enlighten us, O Lord, and our God, that we may listen to and understand your pleasant, life-giving, and divine commands. Grant it through your grace and mercy that we may gain the gifts of love, hope, and salvation for our bodies and souls, and always sing a perpetual praise to you, O Lord of all. أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. اجلسوا وانصتوا إلى سفر إشعياء بارخ مار. مبارك الله رب الكل الذي أبنى الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد. بمن تشبهونني وتعادلونني وبمن تقارنونني فنتشابه؟ يفرغون الذهب من الكيس ويزنون الفضة بالميزان ويستأجرون صانعا فيصنع إلها فيسجدون له ويرتمون أمامه يحملونه على الكتف ويقلونه ويجعلونه مكانه فينتصب لا يبرح من مكانه بل يصرخ إليه صارخ فلا يجيب ولا يخلصه من ضيقه اذكروا ذلك وكونوا رجالا وتأملوا بقلوبكم أيها العصاة اذكروا الأوائل منذ الأزل فإني أنا الله وليس من إله آخر أنا الله وليس من إله مثلي أنا المخبر منذ البدء بما سيأتي ومن القديم بما لم يكن قائلا إن تدبيري يحقق وأني أصنع كل ما أشاء أدعو من المشرق كاسرا ومن الأرض البعيدة رجل تدبيري قد قلت وسأتم ورسمت وسأفعل اسمعوا لي يا قساة القلوب البعيدين عن البر قربت بري فلا يبعد وخلاصي فلا يبطئ وسأجعل في صهيون الخلاص ولإسرائيل يكون فخري بارخ مار. Listen to the prophet Isaiah chapter 46. Baruch Mar. May Christ enlighten you with his teaching and make a worthy model for those who are listening to you. With whom can you compare me? Equate me. To whom can you liken me? Make an equals of us. They lavish gold from their purses and weigh out silver on the scales. They engage a goldsmith to make a god, then bow low and actually adore. They lift it on their shoulders and carry it and put it down where it is meant to stand so that it never moves from the spot.
You may cry out to it in distress, it never replies. It never saves anyone in trouble. Remember this and stand firm. Rebels, look into your heart. Remember the things that happened long ago, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. From the beginning I revealed the future in advance, what has not yet occurred. Baruch Ma. مانو أخوة ثقاشينا هللويا هللويا مانو أخوة ثقاشينا أي مانو ثقاري شوح الأوى لورا والروحات قدشا من العالم وعدم العالم هللويا هللويا إيه هللويا من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين يقول يا أخوة لينورك المسيح بحكمة التعليم المقدس ويجعلك مرآة نيرة لكل الذين ينصتون إليه. وإنما كان التغيير في الوصية الأولى لضعفها وعدم نفعها، لأن الناموس لم يكمل شيئا، فدخل بدله رجاء أفضل منه، به نقترب إلى الله، وقد أثبته لنا بقسم، لأن أولئك صاروا أحباراً بغير قسم، وأما هذا فبقسم، كما قال له على لسان داود أن الرب أقسم ولن يحنث، أن أنت الحبر إلى الأبد على شبه ملكي صادق، فبهذا المقدار يفضل هذا العهد الذي صار فيه يسوع ضمانا. وأولئك إنما كانوا أحبارا كثيرين، لأنهم كانوا يموتون ولا يتركون أن يدوموا، أما هذا فمن أجل أنه دائم إلى الأبد فحبريته لا تزول، وبقدر أن يحيا إلى الأبد ويقدر أن يحيا إلى الأبد الذين يتقربون إلى الله على يده. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. قديشا مارا إيشو عم شيحا كرزوثا يوحنا يوم
محمد طلافة إثوى خلولة بقطنة مديثة دقليلة يمة إيشو تامة واوا وهم إيشو وتلميذة دي عزيمة ويوا لاذي دعوة خلصوالي خمرة إميرة يمة إيشو خمرة لتي إميرة طالح إيشو مالي ومالك يا بختة بعد عدانا ديلة ليثيتا إميرة يمة تخدامي وود من ديت أمير أخون إثوة تاما إشتالينة كيفا درية تخللت تهوذاي وكآري كدخا منيها تري متر ينطلاثا مير طاليه نيشو ملولي آني لي معيا كما لي له الليل إمير طالي إشقول منيهن وهلو تريش الديوان يولي كد طميلي ريش الديوان آني ماية بشلي خمرة لك يدي ومن أيكلي خدامك يدي وام سبب آني مليلة آي مايا. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا مدينة الجليل وكانت أم يسوع هناك فدعي يسوع وتلاميذه أيضا إلى العرس وكانت الخمر قد نفذت فقالت أم يسوع له ليس عندهم خمر فقال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي بعد ساعتي فقالت أمه للخدام مهما يأمركم به فافعلوه وكان هناك 6 أجاجين من حجر موضوعة لتطهير اليهود تسع كل واحد مترين أو 3 فقال لهم يسوع املأوا الأجاجين ماء فملؤوها إلى فوق فقال لهم استقوا الآن وناولوا رئيس المتكأ فناولوه فلما ذاق رئيس المتكأ ذاك الماء المحول خمرا لم يكن يعلم من أين هو وأما الخدام فكانوا يعلمون لأنهم هم الذين استقوا الماء دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما بالخمر الجيدة يأتي أولا فإذا سكروا فعند ذلك يأتي بالدون أما أنت فابقيت الخمرة الجيدة إلى الآن هذه هي الآية الأولى التي صنعها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده وآمن به تلاميذه وشوحا لا لها أمينا بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين احد مبارك للجميع خوش ابوخ بريخا مريا حاملوخن مريا ناطيروخن مريا مبارك لوخن نتمنى لكم احد مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما بالصحه والعافيه اكيد اهلا وسهلا بكل الحاضرين معنا اليوم بهذا القداس المبارك صلاتنا من اجل جميع الذين انتقل من بيناتنا من خصب الذكر جوزفين عبد المسيح نصري وكل النوايا اللي راح يقروها الشمامسة وأيضا نذكر بصلواتنا جميع المرضى ونخص بها شماشة جورج وسالم ججاوي ربنا يحفظكم ربنا يحفظكم ننطي بعدين معلومات عن المرحومة جوزفين أهم شيء أهم نقطة هي عندنا الإنجيل very important thing is the Bible how to read the Bible and how we understand the Bible It's not reading like a magazine. We have to know what's going on. There is a party today. And this party, the Bible, he bring us all together today in this church. And I want to check in outside, if possible. أريد أطلع برا أشوف. Did we have a sign outside? They said the Syriac in this side and the Chaldean this side. Because all I see now, the Syriac, they sit in this side, and the Chaldeans sit in this side. That's beautiful.
Not that much. Mixed, not that much. A little bit, a few here, a few and there. But mostly in here, I saw. Oh, sorry, only we have one family here. But all of you guys in here, and thank you for coming. And here we have another one. And thank you so much. Thank you. Just I make it this, make you laughing. In the church, it's very important. Because God invite us to the party, to the wedding. And if you know, our funeral is going by processions. They come processions inside the church, and he leaves the church by processions. That means they celebrating in heaven. This party is earthy party and earthy celebration. Which one is better, the earthly life or heavenly life? I'm sure the heavenly life is very important. And the party over there is much better than earthly life. But the joys start from here, not there. Not till, I'm going to wait till the end to go there to celebrate the party. No, no, you start from here. And Jesus was invited to this party to make them happy and joy to celebrate. نجي على إنجيلنا. فكرت اليوم مقطع حلو. ليش يسوع اختار مي يحول إلى خمر؟ قبل ما نجي على المعجزة بالمقطع الأول من إنجيل يوحنا اللي هو فصل الأول الآية 43 إلى فصل الثاني آية 11 أنه بالأول اختار تلميذين. يسوع كان يختار تلميذ وراء اختياره للتلاميذ كان يعمل معجزة حتى يثبت التلاميذ ليش يكون بيسوع يعرفون أنه هو ابن الله. The first part we don't read, we read only the party in the Cana Galilee. The first part, Jesus calling some disciples. One of them is called Nathanael. واحد منهم هو نثنائيل. And when he called some disciples to follow him, immediately Jesus, by John, he do some miracle to be strong with them, to establish them, the disciples. حتى هنا يتبعون يسوع ما يشكون بينه. Oh, who's this man? Why I follow him? No, no, no. No questions about that. كانوا يتبعون يسوع بلا أي سؤال لأنه كانوا يشوفون المعجزات وشافوا هاي العجيب اللي عملها يسوع. فأول مقطع كان اختيار التلميذين بطرس بعدين نثنائيل. بعدين ماذا قال يسوع نثنائيل؟ هل يخرج شيء صالح من الناصرة؟ ويسوع جاوبه أنت يهودي لا غش فيك. معنى تشقد أنت متمسك بقوميتك بعنصريتك بديانتك أنت لا غش فيك. إسرائيلي لا غش فيه. حلو هالمقاطع. بعدين نجي إلى عرس قانا الجليل. المقطع يقول مريم عذراء كانت هناك. بعدين يسوع عزمونه هو والتلاميذ. فمريم عذراء كانت هناك معناتها قسم محلين يقولون يمكن عندها علاقة أو قرايب اللي دي يزوجون يا أما العريس يا أما العروس. معناتها كانت ويا العرس أهل العرس أهل العريس بالحفلة. بعدين يسوع اجى هو وتلاميذه. لما اجى يسوع هو وتلاميذه دخلوا وشاركوا بالفرح. يسوع انسان هسا يقولون ابونا ايش تحكي انت؟ اي يسوع فرح؟ يمكن يسوع رقص، يمكن يسوع غنى، يمكن يسوع عمل. يسوع انسان، ليش نستغربها هاي الحاله عن يسوع؟ ليش نبعدها هاي الحاله عن يسوع؟ مرات نشوف كاهن يغني او يرقص ما خطيئه ما خطيئه، بس ما متعلمين الترديشن مالتنا والتقاليد مالتنا ما شايفين كاهن يغني ويرقص. ما انا ما اقول انه اشجع كهنه يغنون ويرقصون، لا لا، بس موجوده هذه بطبيعتنا، موجوده في حياتنا. اكو يضحكون هناك يعرفون اكو اشخاص حلوه بس انا الحمد لله وشكر لا اعرف اغني ولا اعرف ارقص. هم زين بعيد منها بس شنو هو ما خطيئه
بس احنا ما متعلمين بالتقاليد مالتنا نشوف هذا الكاهن هالشكل. بس هي ما خطيه. يسوع كان بكى. ليش؟ لما يبكي يسوع ما نستغرب، بس لما يغني يسوع نستغرب. ما هو انسان. ليش لما يرقص يسوع نستغرب؟ يمكن رقص، هذا عرس، هو معزوم، شو يسوي هونيك؟ فهاي حياه. ما دا اشجع الغناء والرقص للكهنه، لا، لانه كهنوت عنده وقاره، عنده هيبته، عنده مكانته. ما نستهين بكهنوتنا في اشياء علمانيه، بس اهم شيء يركز. بس هو يسوع يقول افرحوا مع الفرحين، ابكوا مع الباكين. شلون اني افرح مع يسوع مع الفرحين اروح اقعد هالشكل مكتف؟ لا، يشارك فرحتهم. فهنا أنا ما عدنا على الغنى والرقص، بس نركز على الفرحة. يسوع انعزم هناك، وكان أكيد مع التلاميذ فرحان وعرس. على غفلة الخمرة خلصت، خمرة خلصت. الخمرة مزامير داود يقول حمرة محذة لبت برناشة، الخمر يفرح قلب الإنسان. مزامير، بس الخمر يفرح قلب الإنسان شيء بسيط، مو لحالة السكر. هذا السكر ده معناته أنت تجاوزت كل الحدود. يسوع يعرف خمرة خلصت، لأنه هو الله، يعرف بهالحالة ويعرف كل شيء جدي يصير. بس منو إجا؟ مريم عذراء الإنسانة بإنسانيتها، بمحبتها لأهل العرس، بمحبتها للجماعة اللي موجودين بالحفلة. ليش هي تدخلت؟ ليش يسوع ما يعرف؟ كان يعرف. بس يفرجينا الأم لما نروح إحنا، هذا درس إن إحنا لما نروح إحنا عرس، إذا نشوف نقص أو نشوف حفلة لما نروح لنقوم ننتقد اللي منظمين الحفلة أو العرس، ليش هذا نقص؟ ليش هذا هالشكل؟ ليش وليش وليش؟ ويا مكثر الليش اللي عندنا. بينما مريم ما خلت واحد يشك بنقص بهذا العرس، رادت يكون كامل لأنه يسوع موجود، رادت الفرحة تكمل لأنه يسوع موجود. فحضور يسوع في حياتنا كثير مهم. نتجاوز كل هاي الليش، ما نقول ليش وليش. فمريم مثل ما يقول سبقت الحدث حتى لا الناس تقعد تتشكى، رأسا سبقت، قالت يا يسوع يا ابني خمرة خلصت. ما لي ولك يا امرأة. هم يجون قسم مفسرين ايه معناته يسوع حاشا حاشا يسوع حاشا اهان مريم العذراء بهاي الكلمة. لا، اعطاها اكثر وقار. ما لي ولك يا سيدتي، يا سيدة، يا امرأة، يا سيدة، انطاء سيدة الكون. منقول يا سيدة الكون صلي لأجلنا، هاي السيدة انطاها قيمتها، انطاها مكانتها. بس احنا مرات يلا روح يم يسوع. ليش نروح يم يسوع؟ ليش نروح يم مريم؟ روح يم يسوع مباشرة. مريم خلص دورها؟ لا، دور مريم ما خلص. من بداية اللحظة اللي دعاها الملاك وقالها السلام عليك يا مريم أنت ممتلئة النعمة، قالت ها أنا مت الرب. إلى اليوم هي مريم العذراء موجودة في كنيستنا، دورها ما خلاص، بقت مواظبة سائرة مع يسوع بحياته، هو طفل، بشبابه، بآلامه، بصلبه، بموته، عند القبر، هي حملته بحضنه، ولما بقيامه، وكانت مع التلاميذ حلي الروح القدس. وين خلص دورها؟ فرجيني وين يا مكان خلص دورها؟ ما كل مكان نفتح التلاميذ وكانت مريم معهم. فمريم موجودة، ما خلص دور مريم. قال ما لي ولك يا امرأة. نجي إلى النقطة الأساسية، ليش حول يسوع؟ ليش اختار مي؟ Why he choose a water to change it or to convert it to wine? Why? هسا انتو سريان، يلا نسوي تحدي بين سريان وكلدان، نسوي بايبل ستدي. ها؟ اكو سريان اكو كلدان. الشراب منين يصير؟ ها؟ الشراب منين يصير؟ منين يصير؟ نقطع السبيد ايه وخلينه بالماء حتى يتخمر ويصير شراب. يلا هذا جوابنا، هسا انتو جواب. يلا منا 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 منا. يس نرجس.
معناة الحياة تصير المعمودية منا. نبع الحياة. نبع الحياة منا. رخيص بلاش صح متوفر زين. شوف هاي المنافسة حلوة. الماء كل شيء في الحياة. جيد هاي الأجوبة مالتكم. Thank you so much. بس أكو نقطة أساسية. فيزياء شنقول؟ الماء عظيم عديم الطعم والذوق والرائحة. عديم الطعم والذوق والرائحة. حول إلى خمر بينه طعم بينه ذوق بينه رائحة. معناته يسوع يريد يغير حياتنا. إذا حياتنا نقول ما لها طعم، لا بيها طعم حياتنا. الله خلقنا لهذه الحياة حتى نكون سعداء بيها. وإذا الله اختار شخص وقال له اليوم أن تكونوا معي في الفردوس، ما نقول يا الله ليش اليوم؟ ما نقول، قل لتكن مشيئتك يا رب. فحول حياتنا، ما هو للحياة، ما بين حياة، بس نقول في زعين عديم الذوق والطعم والرائحة، حول إلى خمر بين ذوق بين طعم بين رائحة. حياتنا معناته يريد يغير بها حياتنا، يريد من جذورها يريد يقلبها حتى نكون لها معنى. هالحياة اللي احنا بدنا نعيشها يسوع اجا. ليش؟ وكان بالاول يرسل انبياء ورسل ورسائل عن طريق الانبياء بعهد القديم، ويرسل اشعيا ارميا حسقيا اليونان ايوب كل الانبياء جوي. يسوع بالاخير يسوع، اذا نقول يسوع معناته نقول الخالق او الله، لانه الاب والابن والروح القدس ثلاث اقانيم في اله واحد. اذا نقول يسوع معناته الله. ليش ما اكتفى بالرسل اللي دزهم بالانبياء اللي دزهم؟ قال خلاص دا ابعث انبياء وما دا يسمعهم، ليش انا اروح؟ ليش يجي يسوع؟ لانه يسوع مثل ما يقول المثل اعطي العجين الخبازته. يسوع هو خبزنا، هو عجننا، يعني هو الله اللي كوننا من الطين. فهذا الطين هو يعرف جبلتنا، هو يعرف شلون يخلقها من جد وجديد. وتفل على الارض وعمل طينا وصنع عينا للاعمى. ليش ما مسكه؟ ليش ما مسك عينه فتح عينه؟ عمل طين يريد يخلقه من جديد. فاليوم يسوع هاي التحويل الماء الى خمر يريد يخلق من جديد حياه جديده للناس. والناس ايضا شكت، قالت تعال ابو العرس انت سويت، انت سويت، انت جبت خمره جيده بالنهايه، زين شلون عرفوا هاي خمره جيده؟ هم سكارى. شلون عرفوا؟ لانه بيها طعم الهي، طعم روحي. هذا يسوع اللي يريدنا احنا نحس بهذا الطعم الروحي، هذا العرس السماوي نحس بينه. والعرس السماوي قلتكم يبدي من الارض، مو ننتظر نروح للسماء، ما حد ما يعرف الساعة اللي راح تيجي عليها. يسوع يقول لنا اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في التجربة، لأنه لا تعرفون متى يأتي السارق. فلازم نكون حاضرين، وهذا الحضور هو دائما حضور العرس. مثل هاي العذارى العشرة، خمسة منهم عندهم احتياط وخمسة ما عندهم احتياط من هذا الزيت حتى يشعلون. لما نجي العريس هذول ما عندهم، قالوا انطونا شوية، كونوا حاضرين. هذا هو العرس السماوي. اليوم اخوتي اخواتي المباركين، احنا اليوم مجتمعين على ايضا صلاة الثالث والسابع عن روح المرحومة جوزفين. لا ننقهر، لا نبكي، حرام. يسوع بكى بس دعانا الى الفرح السماوي. يسوع دعا جوزفين اليوم حتى يكون عنده في السماء وتفرح بهذا العرس اللي يسوع حضره في عرس قانا الجليل اليوم في السماء. واليوم هذا النص اللي صادف اليوم بحياتنا، ونشكر ربنا ونشكر كنيستنا اللي رهم هذا النص اليوم عرس قانا الجليل في عندنا اليوم صلاة جناس. معناته صلوات الجناس مالتنا هو صلوات فرح وسعادة وعرس. لازم نفرح بهذا العرس السماوي. خلي نبدي هاي حياتنا. صحيح المشاعر والعواطف تلعب، رح نفقد الشخص اللي نحبه، رح يكون مكانه مبين. بس شو نقول احنا دائما بالكلام الدارج؟ روحه موجود، روح الشخص موجودة. نضحك ونشوف لما المكان اللي يكون كان قاعد بينه أو قاعدة بينه نتذكر، رح نضحك، إيه هكذا كانت تعمل، بقت هاي الذكريات الحلوة
نطلب الشفاعة، نطلب صلوات دائما، ونعيش بهذا الفرح السماوي والعرس السماوي مع يسوع. ودائما نقول مريم قالت اسمعوا يا خدام انتوا، لا كل واحد كيف يشتغل، اعملوا ما يقول لكم. ما قالت اعملوا ما اقول انا، هو ما يقول لكم يسوع. فاخوتي خواتي المباركين، خلي نعمل ما يقول لنا يسوع. امين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج، ولنطلب بثقة قائلين يا رب ارحمنا، من أجل أن يكتشف كل واحد منا دعوته الخاصة وتجاوب مع نداء اتكال من عشة على طول الطريق. نطلب منك من أجل أن تمنحنا الوضوح في الرؤية، فنكتشف ما هو جوهري ونسعى جهدنا للعيش بموجبه. نطلب منك من أجل أن تمنحنا الشجاعة لنتوب إليك عن كل التواء سلكناه في حياتنا، وأن نصحح مسيرتنا وفق الإنجيل. نطلب منك من أجل أن تنشأ فينا دعوات رهبانية وكهنوتية وعلمانية مكرسة عديدة تخدم الجماعة الكنسية في كل مكان وتنعشها. نطلب منك يا رب. شثان تحفاظي لو روض قدشان عين لو مريا لا حزان من كشفنا نشال إلى شمل عما طيبوتا أشفى بذمه ساق رحمة وحنانا دلهوتا نيوي مرحو سايت حبد عما والشوقان احطايق العانت مرعي ساق دغوة لاغب طيب وثورح مكبر دخول أبو بورا روح القدشة قبل قربانا هانا بابي قلياثا نتقدش من سدالاها وروه تقدش نهويلا ورانا والبرقانة والهيد العالم علمين ملكوثة دشمية طيبوثة دمشيها. المجد للآب والابن والروح القدس نذكر على المذبح المقدس العذراء مريم أم الله الأزل وللأبد آمين وآمين. يا رسل الابن الوحيد وأحباؤه صلوا من أجل أن يتحقق السلام في المسكونة، ليقل الشعب كله آمين وآمين. ذكراك يا مار يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار والصديقين والشهداء المكللين. ها قد رقد على رجائك جميع الموتى، ابعثهم يا رب المجد في قيامتك المجيدة. نؤمن بإله واحد الآب والروح القدس وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد Austin.
صلى شلام عمان صلى والدخران داوهين قاثوليقة وبسقوبة وثل هون قشيشم شمشانة غدودة وثلاثة وثل هون ايلين دعنا دوان فق من المهانة بمنوثة دشوارة نصلي من أجل المرحومين تريزا يوخنا الشماس سمير قطرس سامي أبو الصوف عوني أبو الصوف إلياس عفان فيوليت حنا شمعون يوسف عوديشو جنفياف عوديشو سارة كينا جوزفين عبد المسيح نصري نوري لموزة يوسف لموزة ماري لموزة حازم لموزة نيلي عبد المسيح يوسف عبد المسيح أقوب نيشان نصلي من أجل شفاء المرضى سمير الياس مدالو الشماس جورج يلدا بثينة عوديشو جندرك عوديشو على نية شاب وعلى نية المؤمنة باهرة جرجيس وادخل هنا وحين وحين وادخل هم نين وناثم وادخل هون ملك من هيم رحمة لمشيها وادخل هون نوية وشليها وادخل هون سهدة موديانة دفن دوخو الأكتر على أدخل الإنون بقيمت من بيت ميثن التلن أمهن صورة طاوة مناثة يرتوث الحيب ملكوث دشمية بارخ مار دو حب شل مواهي منوثة دشرارا شمش موهوثة دلوات النسق لاخ تشبع توي قارة وثودي توسخته هاش ووخ الإزوان والعالم عالمين آمين إشلام عم خون عم أخ وعم روح أخ أحايها وإشلام أحاذ الحاذ بحبي دمشي حاذ Grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us. الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك. يقرب القربان لله رب الكون يليق ويحق السلام معنا يا خالق العالم بنعمتي مبدع البشر برحمتي مخلصهم بحنانه مفيض النعمة عظيمة على المائتين معلوف السماوين الذين يسجدون لعظمتك ربوات الملائكة مواكب الروحاني خدام النور والروح الذين يسبحون أسمائك والكروبيم والصرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين Oh,
ويل زونا آدم قاوي وحضيرة طن وحشة وقار والموسى فوليلة بشلم سلمش قل لخمة بإداثة قدي شاثة مرم لأين القيبق آلها باب ضباط الكل كم شاكروخ ومبرخ لي وقصينا ولت تلميذة دي كداو بمارة شقولون اخلون مني كل وخون هذه لفغري دم بدلوخن بايش قصيا تشوقنا دغطيا كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كاسا طاهرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا آمين كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري هيمنينا نمودينا ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد مدعيكم صلى وسلم يا رب روحك القدوس May your Holy Spirit come, O Lord, on rest. Up in this sacrifice to bless and sanctify, may become for us the pardon of death, the forgiveness of sins, the great hope for the resurrection of the dead and a new life in the kingdom of heaven with all who have pleased you. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة
نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين. بارك بريخة طاوت بس يموت تحبه قل المقاومة من شخته دخيته يا شيبان طاوت بلطلة بجالة إلا مغزيلة سكرتن وعجب لها لدرتن حاسي لقناة وخطياتي أنك يا ذني واني لك يا ذني بنعمته ورحمة ديو. The grace of your mercy, O Lord, and our God, to draw us near to this glorious, holy, life-giving, and divine mystery. ونحن غير مستحقين. أروخ يا مارا بيمانوث حقاني الشمو القبداني راسي قديش وقاصب حنينوثك رشمو بمرحمانوثو بغرا ودمت مخيانا مارا إيشو عمشيحا شمت بابا برونا روح القدشة العلمين. The precious blood is signed with the life-giving body of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, forever. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. تفرج تقدر شرط وتصور رب دخل تبين من الحي حتى نسيب السماء طيبة أسماء المين. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. لنقترب كلنا بالخوف والإجلال إلى سر جسد مخلصنا ودمه الكريم ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق، لأن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسداً بشرياً مائتاً ونفساً ناطقة عاقلة وخالدة، وبشرائعه المحية وصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق، وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا اختبر آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر فيها نعمته العظيمة علينا. فلنقتبل إذن هذه الموهبة بحب كبير وتواضع عميق، نقتبل موهبة الحياة الأبدية وبالصلاة النقية والحزن المعقول نشترك في أسرار الكنيسة على رجاء التوبة، ونحن عائدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل. ماربين أنساخ وفلغنا وآثم Amen.
Forgive, O Lord, in your mercy our sins and offenses and sanctify us by your grace. أشوالا مارا ألا دمينا إتدلامو مغلامك نقوم لب دخيا بقلياتا وطارسية من نخب رحمة يحبث لن خلنا نشو يايد نقري واخنا نمار الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطا إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحات إلى أبد الآبدين آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين ليا رب ليا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا وخلصوان والعالم عالمين عمخون عما عمروح بتشال قديش يا ابشال موثا قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم طهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجعنا مبهوطة طيبة محيانا مارشان شيحة اشتمل برحمة عن كلان العالم عالمين آمين Yeah.
قدشا قرونان واشتوينان واشتو تبنان ما سواد رازي علين شويحي وقديشي ومحياني ولا هاي نودي كلنا نخاف ونشبح لا لها يا هو هو يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين آمين آكم بارخ لام كل بركات أدروح بشمية بقاودي شام شيح ماران الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكوننا موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وخلزوان والعالم علمين آمين أحد مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما بالصحة والعافية رح نصلي صلاة الجناز على روح المرحومة جوزفين وأيضا يوم الجمعة الماضي كان تذكار الشهيد استيفانوس اللي هو بكرة الشهداء وأهني بها كل شماميستنا بالأخص نذكر شمات جورج اللي هو حاليا في المستشفى نصلي من أجله والشمامسة اللي معانا واللي حاضرين واللي ما حضروا ونهنيهم بعيد القديس استيفانوس ويرحم جميع الشمامسة ويحفظ جميع كل الخدم بالكنيسة هم شمامسة يخدمون في كرم الرب تفضل استريح رح نصلي صلاة الجناز
نشكر ونسجد ونسبح قوة ثالوثك المجيد الخفية، لأن لك مطلق السلطان في العالمين الذين خلقت يا رب الموت والحياة، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. بارك نوشي الماريا ما حميته شو حالشمق كلهن قرمي لشمي قديشة. بارك نوشي الماريا ما حميته شو حالشمق كلهن قرمي لشمي قديشة. شاوق لك كل عوالق ما حميته شو حالش ما مغسي كلهن كوي. فارق لك من حوالش ما مسمغ لك طيب وصاوة ورحمة شو حالا والأورا والروحا بقدشة ما حميته شو حال أشمع من عالم وعدم بالعالم آمين وآمين. باركنا وشل ماريا وخلهن قرمي لشمي قديشة ما حميث شو حال أشمع يا جابلنا بنعمته ومميتنا بعدله وباعثنا بوفرة مراحمه الفائضة، إننا نشكرك ونسجد لك ونسبحك، لأن لك مطلق السلطان في العالمين الذين خلقت يا رب الموت والحياة، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. شبحوا يبقى لك قرنات قالت يوبا ووجهي قورا قيم كلون عني ذي وما أسخ اللي تشبعتا لا كون شباح المريات دوما يوثين او ديوان شباح او دو موت باطل شلط الموتى واملح حي ونحامى رنسان كل ما يوثين We thank you, praise you, O Resurrector of the dead and good hope of the buried. We thank, adore, and glorify you, for you reign in both of the world you created, O Lord of our death and our life, Father, Son, and Holy Spirit forever. لتكن مباركة ومسجودة وعجيبة ومجيدة ورفيعة وعالية وغير مجركة رحمة ثالوثك المجيد الأزلية التي تشفق على الخطاة، رجاؤنا الصالح وملجأنا الفائض رحمة وغافر الذنوب والخطايا، رب الموت والحياة، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. سبحانك يا خالقنا المملوءة شقاءات
حسن وآلا أمضي إسماعيل تلك التطويبات المعدة إلى الحكيمات الرب يجعل نصيبك تلذذا هنيئا مع قديسيك. لكل نفس خرجت من هذا العالم بأمانة صحيحة، وعلى الخصوص أرحم نفس أمتك جوزفين التي اجتمعنا من أجلها. أنت يا ربنا وإلهنا الكثير الرحمة، بتحننك وشفقتك الفائقة التي لا تقاس أهلها إلى الأقدار السماوية مع أبائنا الأبرار الصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واسكنها في مساكنك البهية مع سائر القديسين الذين حفظوا وصاياك وعملوا بإرادتك، لتكن معهم وبينهم. ترفع الشكر والتمجيد لاسمك القدوس الآن وفي كل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. الراحة الأبدية أعطيها يا رب. الله يرحمها ويرحم جميع موتانا، ويحفظكم دائما المرحومة جوزفين عبد المسيح، هي زوجة المرحوم نوري يعقوب لموزة. توفت وانتقلت إلى حضن الآب السماوي في شيكاغو عن شيخوخة صالحة قضتها بالبر والتقوى واتسمت بالإيمان والصبر. المرحومة هي والدة كل المرحوم حازم لموزة، زوجته المرحومة ويداد عبوش، والسيد بشير لموزة، زوجته السيدة خنار فندقلي، والسيد نبيل نموزة، زوجته السيدة حنان، والسيد لؤي، زوجته السيدة هدار، والسيدة فداء نموزة، زوجها السيد نشأة البنا. العائلة يقبلوكم في قاعة الكنيسة على غداء الرحمة على روح المرحومة، ويرحم جميع موتانا ويرحمها ويجعل مكانها مع الأبرار والصديقين. مثل ما قلنا، فرح سماوي لما النفس تنتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأبدية، هي هاي النفس اللي جت وعاشت حياة أرضية اليوم تترجع إلى الحياة الأولى اللي كانت بيها في السماء.
نطلب موتة صالحة والنعمة إلى أولادها وأحفادها. وربنا يحميكم، ربنا يحفظكم دائما بالصحة والعافية. آمين.